أسئلة مستمعين تغيرتينا بعد ما طليفة. ما زلنا مصلين معكم حوارنا في موضوعنا لليوم إفة حب المظاهر وتأثيرها على العلاقات الإنسانية. نحكيه على هل أنه خذت المظاهر اليوم أهمية أكثر من اللازم، وهذا اللي من المفروض السائد كيفاش ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في التأثير هذية وفي التأثير على رأي الناس الكل في من خلال المظاهر وعلى حياة الناس بصفة عامة، خاصة علاقاتهم ببعضهم. حاضر معنا الأستاذ فاسل الكعبي، مختص ومعالج نفسي. مرحبا بك من جديد على موجة الرجل الحياتي. يا مرحبا، أهلا وسهلا. دونك إفة المظاهر قاعدين نتناولوا فيها من جانب آخر أستاذ فيصل، اللي قلنا احنا حددنا زوز شخصيات، عفوا الشخصية المنطوية على ذاتها وحللنا الشخصية هذه، كيف الشخصية المنفتحة اللي تنجم تخرج، وزوز اختلافات بين زوز أشخاص. أما الشخصية المنطوية تنجم تلقى أكثر صعوبات في الإطار هذا على اعتبار أنه الشخصيات الأخرين قاعدين ينساقوا أكثر وراء اللي موجود، وراء عصر السرعة اللي قاعدين عايشين فيه احنا، عصر مواقع التواصل الاجتماعي الموجود توا، وهذا اللي قاعدين يتعاملوا به. قلنا حاولوا نلقاو الكفاءة بين الزوز شخصيات، كيفاش الشخص الآخر ينجم ينمي القدرات متاعه ويطور من القدرات متاعه، كيف الشخص المنطوي كيفاش ينجم يوصل المهارات متاعه. هي معادلة لكل واحد، تنطرح لكل واحد فينا كيفناش نجدد طاقة حياتي، إما بالانفتاح أو بإيجاد فضاءات انطوائية نقرأ فيها الكتب ونجدد بها بالأفكار. وباش من الأول نقول أنه مفهمش شخصية أو طبيعة شخصية أحسن من الأخرى، هي طباع لتجديد الاثنين هما لتجديد طاقة الحياة. ضروري كل واحد فينا يعرف نفسه ويعرف شنو النمط الاتصالي اللي يحطه في حياته ويتحمل مسؤوليته في تجديد طاقة حياته. ولا احنا مش خرجنا للشارع القيرواني وتسألنا هل انه نظرة التوينسة للانسان مرتبطة بالمظاهر وإلا لي، كيف هل انه نعتبروا المظاهر هي حقيقة الاخر وإلا لي. نسمع طول سويت الميكرو تخطوار اللي امنته لنا زميلتنا نجلة بن خليفة. قبل احنا تمشي حتى عائلاتنا، امي بوك بابا بوك ذوك الكل كي مش يخطب مش مش يعمل حاجة، ولد شكون مش تعمل في حياتك، مش تخدم، مش عندك، مش ما عندكش، هذيك تدخل كلها في المظاهر. تصور خليت شيء هو عبيد حتى تاكل في حاجة كل شيء قبل ما تاكلت هبطها، يا عبيد شوفوا راني شنو ناكل ولا راني شنو نعمل ولا شنو نلبس ولا اليوم. ما عادش عبدي يعيش لروحه ولا يعيش للعبيد باش يتعلم باش يوري للعبيد صورته هو كيفاش، حاجة خايبة على الاخر. معناها نورمالمون انسان يعيش اللي هو مش للعبيد، كل حد هذيك هي حياتنا، معناها كل حد وحياته حر فيها ويعيش كما يحبه. تبدأ مش تبدا تحس روحك عرفتك اللي داخل بعدك، داخل من الاول على ريلاسيون مش توصل فيها من الاخر، فهمت؟ اذا كان انت تحس روحك ولا هي تحسك اللي انت كونك زويلي بارابور هي وما عندكش معناها الامكانيات نتاعها هي اوتوماتيك مش تدخل. نلاقي العبد شيك لابس كل شيء سني يقول كذا ما في ما شيء كبير، معناها فوج الداخلية يعني بها كان ربي. ظاهرة كبيرة برشا الناس قد تمشي كامل المظاهر تولي، فماشي كده يمشي على قد حيله ولا حيل حتى من الصغار تولي، إذا يحب يغزل أكثر منه يحب يغزل لأصحابه اللي أعلى منه، ما فماشي يمشي على قد مستواه نتاعه. نخرج هذيك عندها كرهبة، هذيك مصحبة بالطفولين، فهمتني هذيك علاش يمشي بتوا بالمظاهر. اما كي تمشي حد روحه طفل اللي حد روحه ماشي دروك باش ياثر على علاقات بالناس. اش بيك عبد يكون في حيطه اجتماعيه قد يقع عبد تغزل له نظره مش باهيه تولي وراه يغزلوا بعض. مظاهر خديعه جسمه، احنا انا قدام الفريب معناتها الفريب عاونتنا باش نخادعوا العبيد، نظروا كاين معناتها ناس بيان ابيي دونك ساعات نلبسوا ماركات معناتها من الفريب، وهذه معناتها يعمل مغالطات خطيره جدا. فهمت؟ اولا على طبيعه المجتمع، نحن مجتمع فقير، لكنه كي تبدا تخضر العباد يظهروا الكلام همش فقراء بتاتر ولا حاجه، يسوقوا في صوره بانكور للمغالطات، خطر المجتمع التونسي مجتمع قاسي يعاني وسنا ريانا فوار مع الشكل اللي ترى فيه في العباد. فهمت؟ ما عندوش علاقه اللبسه ولا الهيئه، ما عندوش علاقه بالوضع الاجتماعي والاقتصادي اللي يعيشوا فيه العباد. انت والمستوى الثقافي نتاعو انت وشخصيته نورمال، ما احنا تونسي معناش برشا معناها نحكموا بالمظاهر على بالي.
سورتو الطبخ المثقف، والله بالحق موجوده بقله، انا راه موجوده بقله، احنا متواضعين حلوين وباهين توين، خاطر انا ما نراش بالمظاهر جمله، ما نعرفش انا بالنسبه ليلي ما نراش بالمظاهر جمله، بالعكس انا ما نقرب لهمش برشا اللي راهو بالمظاهر، فهمت؟ خاطر احنا الدين نتاعنا اصله دين اسلامي راه هكا ولا ليه؟ علاش يمشي؟ ولا تمشي على الارض مرحا، ما يلزمكش تتباهى حتى كي تبدا لابس عليك، هو اللي لابس عليه بالحق ما يظهرش، المتظاهر هو الفارغ عندي انا معناها بغيت. هذا هو رأي الشارع القيرواني، اختلاف في الآراء أستاذ فيصل. فما شكون لي قال لك أي المظاهر قاعدين نعيشوا بها توا جوستومون، هذه اللي قاعدين نعيشوا بها حياتنا، كي تجي تمشي كيما اللي قال لك تجي تمشي تخطب بنت شكون من عائلة شنو هي الخدمة نتاعها شنو ظاهرها، ما عادش يمشيوا لك شنو الطابع الداخلي للأشخاص، هل أنه أصبحنا نقاس بأوصافنا الاجتماعية وإلا بألقابنا وإلا بشنو عنا بالكم بالميديات، هل أنه أصبحنا نتعامل بهذا الشكل؟ هي يمكن الميكروتوتوار يبين هالانقسام موجود في المجتمع وطبيعة البشر مرة أخرى. فما اللي عنده أهمية مهم عنده المظاهر وش تخدم وش عندك وش ما، وفما اللي كما المداخلة الأخرانية تقول لك أنا لا بالعكس أنا شايف نفسي أنه المظاهر لا أقرب لها لأنه شخص فارغ. هي قالت إذن هذم فما طباع الناس مرة أخرى أو ميول الناس، فما اللي يتمتع بالكينونة وسيرورة الأمور وفما اللي يتمتع بظاهر الأمور. أنا دايما نقول مثال، لو تعطي زوز أولادك واحد تعطي 100,000 والآخر 100,000 وتقول له امشي يصرف، واحد مش يصرف 80,000 على الدبش لانه يحب يخرج في المجتمع مزين ويصرف 20,000 على ماكلته، والثاني مش بالعكس مش يقول لك 80,000 نشري بها ماكله وكتب وكذا و20,000 نشري بها دبش خارجي. اذا هذه طبيعه الناس وكل واحد كيفنش يلقى معادلته في الحياه. عندنا مثال سابق قلنا ثقافتنا القديمة كانت يقول لك لا يعجبك نوار دفلة في الواد عامل ظليل، نوار دفلة مزيان ونوف المنغازي قاعد يمجد في العبارات هذوما، ولا يعجبك زين طفلة حتى نشوف في عين، هو زين طفلة حتى بالنسبة للشاب مش بالقلب من الطفل، ما يعجبك الزينة لما تشوف في عين. قبل هذه نصايح الكبار أنه دائما امشي للمضمون أكثر من اللي تمشي للمظاهر، لأنه يقول لك المظاهر خداعة، وفما اللي يقول لك ما يهمنيش مظاهر ما يهمنيش المفيد المظهر، ما يهمنيش الشيء يحتوي، اللي يحتوي هذاك يهمه هو، أنا يهمني مظهره، يهمني كي نعمل صاحب يكون شخصية وعنده كرهبته كذا ويلزمني. والآخر يقول لك لا ما يهمنيش الكرهبة ومش شنو هو من داخله، كي نقعد بحذاه شنو العطر اللي مشي يصدر منه، شنو اللي فما انسان اللي لوج على المضمون ياخذ وقته، لانه انا شذا وعطر مريم ما نجمش في لحظه مش يلزم نقعد بحذاها ساعه وساعتين باش تخرج ما في داخلها مكنونها. اذا لازم تاخذ الوقت، والاخر ما عندوش وقت يقول لك يلزم ننظر له نحكم عليه. إذن هذه طباع الناس، وما نجيش نقول هذا باهي وهذا خايب، شنو اللي يساعدك أنت؟ ما نبقاش نشتكي، وإحنا ثقافة الشكوى في مجتمعنا أصبحت نشتكي مما ساد في المجتمع واللي هو مش باهي. إيه طيب مش باهي، أنت إيش تعمل؟ إيش تختار لنفسك؟ إما تعطي لنفسك الوقت وتمشي مع الانطواء مع الكينونة مع الحوايج، ولا العكس وعيش العكس وعيش للخ، وفما تكون سعداء بهالنمط الفيسبوك هذا اللي يصور الفطور ويهبطه في فيسبوك، فما اللي يلقى سعادته في الشيء هذا ربي هني. الشيء الوحيد مرة أخرى على العنف اللي يمكن نعيشه في المجتمع، أنه نجبر أنفسنا أو نجبر غيرنا أنه يعيش نمط لا يوالمه، هذا هو اللي نحذر منه، نحذر من عنف فرض الأنماط على أطفالنا وعلى ولا على أصحابنا، تقول شبيكم تخرج شبيكم تجيش شبيكم أنت خليه.
يلقى راحته ويلقى راحته النفسيه في الاطار هذا في شكل ثاني. هذا هو الـ الـ العنف اللي ندد به لديكتاتورية النمط، نمط العيش. ضروري نحترم الانماط، ولو انا واحد ما انطوائي نقول لك والله الانطوائيه احسن ما يمكن في الدنيا، لانه نقرا قداش من كتاب في العام ونقرا الافكار ونحاول نتحاور مع الناس باش نعرف افكارهم، واحد اخر يقول لك تكسير كراي معدي مضيع حياته، ضيع حياته في قرايه. لو مشى جال العالم وشاف وحوس وانفتح وخرج ونثمن ونقول المفتاح احسن من المنطوي، لا وهذا غلط. كل واحد والشخصيه اللي احنا محتاجين في المجتمع للاثنين. وياليت فيصل الكعبي المنطوي يكون عنده قدره، وهذه نميتها، قدره على انه يواجه الناس ويعمل محاضره. انا كلفتني ولتو تكلفني طاقه كبيره لانه مش طبيعي، ولهذا نعمل محاضره تكلفني جهد كبير، لكن اليوم الحمد لله اصبحت قادر عليها. فما المنطوي يتطور لا ينجم يطور هالمساله دي، ينجم ينمي هالطاقات هذه، ونميتها الحمد لله خلال السنين اللي تعدينا، نميتها الطاقه دي باش نجم نعمل محاضره ونعمل تكوين، نوقف كفرماتور ونعمل تكوين. اذا هذه الطاقه تتطلب جهد مني اكثر من المنبسطه اللي يعملها تلقاه ما يقرا حتى كتاب، ما يحضر شيء، تعطيه كلمتين يشد لك بهم الكلام ساعتين، ساعتين يتكلم ونقعد باهت فيه هنا. وانا باش نقول لك ساعتين الكلام يمكن نعدي 100 ساعه وانا نحضر. كانطوائي يلزمني نحضر برشا، هذا ترجع زاد البرفورمانس، نحب دائما نكون ما نغلطش وما في المحاضره وما تتطلب مني تحضير كبير، بينما المنبسط يعملها ما غير ما يحضر، يدخل تقول له عن فم محاضره عن الموضوع الفلاني يعملها بسرعه. لو لكن تعمل له العكس، تقول له يجى كتاب ولا يجى اكتب مقال، يمكن يعدي سنين باش يكتب مقال، لانه مش كل واحد والشخصيه وطبعه. اذا انا حبيت نقول باش ما نقولش هذايا خير وذاك وذاك احسن وذايا مش باهي، لا نقول الاثنين محتاجينهم في الحياه، وياليت نربيو اطفالنا ونربيو انفسنا على المهارتين باش، لان محتاجينهم في الحياه في ميادين مختلفه. فما ميدان محتاج فيه للمنبسط، فما ميدان محتاج به للمنطوي، وضروري يكون عندي الكفاءتين باش قادر نواجه الحياه ونجدد طاقه حياتي، ويكلفني نشاط في هذا ولا في هذا اقل جهد ممكن، اقل انرجي ممكن. في زمن نضغط عليه المجاهره بالمظاهر والمديات، كيفاش الى اي مدى ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في الشيء هذا؟ مش ساهمت، اما سهلت، لانه مش هي سبب، هي اداه من ادوات انه الناس، الانسان المبسط اللي يعيش المظاهر والنشاطات المختلفه، اصبحت الفيسبوك ولا ادوات التواصل الاجتماعي تسهل له هالمهمه هذه، وتسهل له هالانتشار والانبساط في نشاطاته. بطبيعه الحال سيئت ادوات التواصل الاجتماعي، انه كما قلت في ديكتاتوريه هالعمليه ذي، في العنف اللي تسهله لما انسان ما عندوش امكانيات العيش والاكل، وتجي في فيسبوك تطرح له مائده من الاكل ومائده من الشهوات، كانك مارست عليه عنف لا يوصف، عنف الاستهلاك، بينما هو ما عندوش طاقه الاستهلاك، ما عندوش امكانيات الاستهلاك. هذه هي سلبيه ادوات التواصل الاجتماعي، انها تسهل عمليه العنف، عنف النمط اللي هو كأنه هو النمط الطبيعي، ومن لا يعيش النمط هذا هو خارج الحياة، خارج المجتمع. هذا العنف المرفوض، ولو أدوات التواصل الاجتماعي سهلت هالعنف هذايا، ديكتاتورية العنف المظاهري. أنه أصبحنا اليوم للأسف في المدرسة، قلناها المرة اللي فاتت،
الاطفال ولاو يقارنوا بعضهم بشنو يلبس، وسهلت على بعض الانحراف، اصبحوا يبيعوا المخدرات وكذا باش يكسب مال باش يلبس حاجه سينيه باش يكون كي اقرانه. وهذا مره اخرى هل ديكتاتوريه النمط العيش الظاهري ادخلت شيئا من العنف الاجتماعي في العلاقات الاجتماعيه، لانه تجبر الناس انها تتبع السرب، تبع المسيرة. فوالا اللي الناس الكل تقريبا، وعلى تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تؤثر فينا الناس الكل، المجاهرة بالمظاهر، المجاهرة بالمديات، كل ما نملك اللي توا أصبح معناها أي حاجة تهبطها ستوري على الفيسبوك على انستغرام. وهذا المجاهرة اللي قلنا احنا قبل ديما نتحدثوا على الستر اللي كان موجود قبل، باغ كونتخ توا ما عادش موجود. هل أنه يحق لنا أستاذ فيصل أنه نقيسوا الأهمية ومكانة الأشخاص نظرا للأوصاف الاجتماعية متاحهم وإلا مظاهرهم الخارجية، قيمة الأشخاص لما لم يملكون وإلا ما لا يملكون في الإطار هذا؟ هل أنه تدخل في شخصية الشخص اللي بشي يتعامل معك، وإلا هل يعتبر هذا مرضي في حد ذاته؟ للأسف هو عنصر مهم، هو خبرية مهمة. الآخر كيفاش لابس وأنيق ولا مش أنيق متسق، هي خبرية تساعدني في الحكم، لكن الاكتفاء بها هو الخطأ. يلزم الإنسان يأخذ يستسقي، لأنه أنا محب الإنسان اللي عنده مظهر حسن ونظيف ومتناسق، لأنه أول معلومة أخذها منه باش نحكم على شخصيته، لكن لا أقف عند المعلومة دي. إذا نوقف عند المظاهر يمكن في كثير من الأحيان أن تخدعنا المظاهر دي، أنه يمكن المضمون يكون مغاير بالكامل. إذن المسألة هل أكتفي بالمظاهر؟ وهذا اللي صاير اليوم كثير ناس تكتفي بالمظاهر وتساير للموضوع وتدخل في علاقات وتدخل في مشاكل، بعدين تكتشف مشاكل كبيرة. المسألة كل أنه المظاهر ليست كل المعلومة على شخصية الأخ، يمكن مظاهر مفتعلة، يمكن إنسان لا يساوي شيء أخلاقيا وعنده مظهر جيد وعنده سيارة ولكن أخلاقيا لا يساوي، يمكن في المعايشة وهذا اللي يخطبوا بعضهم بعض مرات على المظاهر وعلى الفيسبوك، وكثير منهم في مفاجآت لا حصر لها، لأن ما تعرفش مضمون الشخص اللي مش تعيش معاه أو هو ما يعرفش المضمون البنت اللي مش تعيش معاه. مرة أخرى، لا يعجبك نوار دفلة في الواد عامل ضليل، ولا يعجبك زين طفلة حتى نشوف الفعايل، ضروري تشوف الزين وتعجب به، لكن الافعال هي بعد كل شيء مضمون. خاصه تو ممكن بعد بشويه استاذ فيصل نطرق الموضوع شخصيه المرضيه اللي تتعامل بالمظاهر ومتخفيه وراء المظاهر، لخطو هي تخفي كثير من الاشياء اللي تنجم تاثر على علاقاتنا. مرحبا بتليفوناتكم على 70 035 120 والا 77 288 289. تدخلاتكم في الموضوع هذا حديثنا على المظاهر وتاثيرها على العلاقات الانسانيه، خذيت المظاهر اليوم اهميه اكثر من اللازم والا لا، وكيفاش ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في التأثير على المظاهر على حيث الناس والعلاقات متاعهم. ذكركم حاضر معنا الأستاذ فيصل كعبي، مختص ومعالج نفسي. مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى للأربعة.